دوت السندروم المشهور قوي اللي هو ايرلي نوفينر وندرليش، اللي هو بيكون في يوترس دايدلفس، بيكون واحدة من اليوتراين كورنيو مقفولة، وبيكون في ابسنس على نفس الناحية للكدني. ودوت سندروم مشهور جدا وبيتشاف كويس في الكلينيكال براكتس. أوكي. 59 سنة، والاختيارات بلورال بريكارديال افيوجن، بلورال بريكارديال ميتاستاسيز، بريكارديال ميتاستاسيز، بريكارديتس. خلاص مش هنحسبها. جاوب بسرعة عشان احنا في الأواخر، فخلاص المفروض انت تكون العجلة دارت وتجاوب بسرعة بعد كده. يلا شد حيلك. And this is echocardiography without CT, pericardial thickening, normal دي echo and CT, دي atrial septal defect, libomatous hypertrophy of the interatrial septum. دي دي اللي هي Lipomatous hypertrophy of the interventricular. تمام. This is a classic appearance الحقيقة بتاع Lipomatous hypertrophy. السبتم ما بين الادريا بيكون في فات، وكلاسيكالي الفات بيسبير ذا سايت اوف ذا فورامين اوبال، فبيكون عامل زي البابيونه كده. السؤال بعد كده، هل ده نورمال ام ار اي هارت ولا كارديوميوباثي دايليتد ولا نون كومباكشن ولا بريكارديال افيوجن؟ ديليتد. عديت عليك يا سعادة اللواء، ما يهمكش. طيب السؤال بعد كده، ركز وجاوب بسرعة. chest pain elevated cardiac enzymes، ما فيش stenosis on coronary catheterization. اللي انت شايفه normal cardiac MRI، left ventricular infarction، myocarditis، ولا واحد من دول. ملحقتش تشوفها. طبعا هي ال changes في الكارديك ماسل زي ما انت شايف في الحته دي، هي بتاعت المايكارديتس. طبعا this is not a myocardial infarction عشان الكورونري سليم. هي ال وفي مشكله في ال طيب يبدو ان انا كنت عامل السلايدز ديت قبل كده كسلايد شو، علشان كده هي كانت بتقلب لوحدها. فانت هيجي لك السلايد، حاول تجاوب بسرعه. ديسنيا كاف شيست بين سينوزيس، ليفت اتريال ثرومبس، هيداتيد، اكسوما، كارديك فايبروم. ثرومبس ايه؟ يعني طبعا الكالسيوم دوت علامة قوية جدا على المكسوم، فانت عارف طبعا الثرومبس قليل قوي لما تيجي في الاتريوم، غالبا بتكون في الفنتركل، ما يمنعش انها تكون في الاتريوم، لكن بودي الكالسيوم دوت هايلي سجستيف للاتريال مكسوم. ام ار للبريس، قصدي ماموجرام، وفي دايره محطوطه على السايت اوف ذا ليجن، والاختيارات نورمال ماموجرام، سكيرس كارسينوما، راديال سكار، سكليروزنج ادينوزس. سكيرس كارسينوما. هو يعني المنظر دوت بتاع الراديال سكار اللي هو
بيقولوا عليه الاسكارب وقلب اسود، اللي هو ما بيكونش فيه سنترال ماس راديتنج منها سبيكيوليشنز، ودوت دايما بيتلخبط في السكيرس كارسينوما، لكن الكارسينوما القلب بتاعها بيكون مبيض، ولانه في دنس تيومر تيشو كده. طبعا انت فرقة ما بينهم، الكتب بتقول ان هي سهله قوي اذا توفرت معظم الشروط، ولكن الحاجات دي مش بتتساب كده من غير ما يتاخد منها بايوبسي. هذا وبالله التوفيق. شكرا جزيلا استاذنا العزيز استاذ دكتور ممدوح محفوظ الحالات القيمه. احنا طبعا النتيجه ايه دلوقتي يا دكتور رجب؟ يعني جروب بعد الحسبه والطرح والنيات الطيبه تمام، جروب A او الجروب الاولاني واخد 20 درجه، والجروب الثاني واخد 23 درجه، فالفائزين الجروب الثاني هو اللي فايز. الجروب طبعا كله هناخد اسماء، وليه شهادات تقدير وليه جوائز ان شاء الله هنقدمها بعد السيشنز اللي بعد كده. ان شاء الله بعد السيشن اللي جايه اللي هو الحالات بتاع الارشيف اللي هتتعرض دلوقتي، هنكون جمعنا الاسماء بتوع الجروب الفايز ونقدم لهم الجوائز ان شاء الله، عشان برضو ما نعطلش السيشن اللي جاي. الدكتور عايدة يوسف معانا برضو، دكتور ممدوح معانا في المودريتور، بنشرف ان هي موجودة معانا، وبنشكر حضرتك جدا جدا، ونلقاك دايما على يعني حلقات علمية، وربنا يديك الصحة ويستمر العطاء ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ممدوح، وبنهني الشباب اللي كسبوا، وشكرا ليكم جميعا، وهنبدأ السيشن اللي جاي ان شاء الله اللي هو الارشيف سيشن. شكرا جزيلا يا دكتور ممدوح. شكرا دكتور هشام، وشكرا دكتور رجب، وموافق بالتوفيق للدكتور عايده، ويعني الشباب ما شاء الله يعني عليهم ناس كويسين، والإجابات بتاعتهم كانت ممتازة، ودوت يعني بشر بجيل كويس بإذن الله تعالى، وربنا يوفقكم جميعاً، ودايماً إلى التوفيق إلى آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.